الرئيس السيسي يبحث مع الأهل الأردني هاتفياً القضايا الإقليمية ويشدد على ضرورة توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي. بعد موافقة صندوق النقد على برنامج تمويلي إضافي لمصر، الحكومة تعتبره مساندة دولية لبرامج الإصلاح الاقتصادية. موسكو تؤكد أن العقوبات الجديدة بحقها ستفاقم المشكلات داخل الاتحاد الأوروبي وتدعو إلى إلغاء جميع القيود على صادراتها. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اعتزازه بما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية من تطور مستمر وتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وخلال اتصال هاتفي أجراه مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، شدد الرئيس السيسي على أهمية استمرار جهود توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي المختلفة وتعميقها بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه أشاد العاهل الأردني بالعلاقة الثنائية الأخوية بين مصر والأردن وبالتنسيق الدائم مع الرئيس السيسي، مؤكدا تطلعه للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة. هذا وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال يأتي في إطار التشاور المنتظم بين الرئيس السيسي وشقيقه ملك الأردن، حيث تطرق إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي، فضلا عن تبادل وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عاد إلى أرض الوطن بعد مشاركة سيادته في القمة الأمريكية الإفريقية بالعاصمة الأمريكية واشنطن. هذا وشهدت زيارة الرئيس السيسي إلى واشنطن عقد العديد من اللقاءات مع كبار السياسيين وصناع القرار ومجتمع رجال الأعمال الأمريكية. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية في العاصمة الأمريكية واشنطن. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن السيد الرئيس شدد خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي وتيسير اندماج الدول الأفريقية في الاقتصاد العالمي. وأضاف المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة السيد الرئيس تضمنت عقد لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، واستقبله وزير الدفاع الأمريكي السيد لويد أوستن بمقر البنتاغون في واشنطن. كما التقى السيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، والتقى مع عدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي، وكذا أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وكذلك عدد من قادة المنظمات اليهودية الأمريكية. كما التقى السيد الرئيس رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد المنيفي والسناتور لينسي جراهام عضو مجلس الشيوخ الأمريكي. كما عقد السيد الرئيس لقاء مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الأمريكي لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين. والسيد ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي.
وكذا السيد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين. وعقب انتهاء الزيارة غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الأمريكية واشنطن، وكان في وداع سيادته كبار رجال الدولة الأمريكيين وأعضاء السفارة المصرية عائداً بسلامة الله إلى أرض الوطن. أعلنت مصر موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على البرنامج المتفق عليه بين الإدارة التنفيذية للصندوق ومصر ممثلة في الحكومة والبنك المركزي المصري بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في الشامل والممتد لمدة 4 سنوات، والذي سيتم دعمه من قبل صندوق النقد الدولي من خلال تقييم تسهيل ائتماني ممتد لمصر. وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء في بيان أن الاتفاق سيتيح حصول مصر على حزمة تمويل خارجية إضافية من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكذلك من خلال أسواق المال العالمية. كما يتيح الاتفاق القدرة للدولة على التقدم للحصول على تمويل إضافي من خلال صندوق المرونة والاستدامة الذي تم إنشاؤه حديثا بصندوق النقد الدولي. هذا وقد تمثل موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل تأكيدا إضافيا على مساندة المجتمع الدولي وشركاء التنمية للبرنامج، كما تعكس كذلك الثقة في قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة. كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق على إقراض مصر 3 مليارات دولار في ترتيب مدته 46 شهر في إطار تسهيل الصندوق الممتد. وبحسب بيان للصندوق فإنه سيقدم لمصر 347 مليون دولار بصورة فورية لمساعدتها على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتقديم الدعم للميزانية. ومن المتوقع أن يحفز البرنامج تمويلا إضافيا بقيمة 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، بما في ذلك تمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين. We'll be right back.
شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي افتتاح مركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات بالهيئة العربية للتصنيع، واستمع لشرح حول معدات المصنع وما يتم إنتاجه في مجال تنقية المياه ومحطات المياه وقطاع الطائرات. أوضح رئيس الوزراء أن المركز يهدف لتعميق التصنيع المحلي ويحتوي على أحدث الماكينات ومنها موضوع مضخات وطلمبات المياه التي تستخدم في مشروعات الصرف الصحي. بتعميق المكون المحلي وتطبيق الرقمنة الصناعية وتوطين التكنولوجيا وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مركز التصنيع الرقمي خلال جولة تفقدية لمصنع المحركات بحلوان التابع للهيئة العربية للتصنيع، وذلك بهدف تصنيع وزيادة الإنتاج من مضخات مياه الشرب والصرف الصحي اللازمة للمشروعات القومية والتنموية الكبرى كمشروع القرن حياة كريمة. اللي احنا النهاردة موجودين في هذا المكان عشان نعرف بس أهميته، إن هذا الصرح الجديد هو يحتوي على أحدث وأعقد الماكينات اللي وصلت إليها التكنولوجيا العالمية في تصنيع كل مكونات حاجات كتيرة قوي، ومنها وهو الأهم بالنسبة لنا احنا يعني بحكم العمل الكبير اللي مصر بتعمله، موضوع مضخات وطرمبات المياه اللي بتستخدم في محطات تنقية المية، محطات الصرف الصحي، محطات الصرف الصناعي. المركز الحقيقة بيتسم مع ما تنشده الدولة وما تنادي به الدولة من تكنولوجيا عالية في تتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة في مجال التصنيع. هي عندنا الماكينات اللي موجودة في هذا المركز كلها ماكينات متقدمة جدا، المكنة الواحدة ممكن تحل محل 15 ماكينات من الماكينات المتقدمة. على مساحة 3750 متر مربع يضم مركز التصنيع الرقمي 15 ماكينة من أحدث الماكينات في مصر بتكنولوجيا يابانية وألمانية وأوروبية. المصنع فندم ده تقريبا المصنع رقم واحد في مصر، بيعمل بنظام الرقمنة الصناعية والثورة الصناعية الرابعة، يعني تقريبا ما فيهوش تدخل بشري خالص. المصنع ده يا فندم هيتيح لنا ان احنا نعمل منتجات صناعية ما انتجتش في مصر قبل كده. مصنع المحركات نجح مؤخرا في انتاج 3 طرازات من مضخات مياه الشرب اطلق عليها اسم كيلوباترا بنسبة تصنيع محلي تصل الى 78%، اضافة الى تخصص المصنع في مجالات دعم الصناعات الحربية والسكك الحديدية وعمرة وإصلاح محركات الطائرات المختلفة. توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي استراتيجية تنتهجها الدولة المصرية في إطار الثورة الصناعية الرقمية الرابعة، وهو ما يتجسد هنا بافتتاح مركز التصنيع الرقمي بمصنع محركات حلوان ضمن خطة الهيئة العربية للتصنيع لافتتاح مثل هذه المراكز بكافة المصانع التابعة لها. سالي سالم، التلفزيون المصري. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 25 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 5396 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 21 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1,707,798 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 13,014 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت قرابة 6,404 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، كما تم ضبط 4 قضايا بيع بأزيد من السعر أرز أبيض
بمضبوطات بلغت أكثر من 14.5 طن، وضبط 18 قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات قاربت على 125 طن، وكذلك ضبط 6426 قضية مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 316 طن دقيق بلدي مدعم. كما تم ضبط 42 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت حوالي 207 طن سلع غذائية متنوعة وأكثر من 36.5 طن دقيق أبيض. وتم ضبط 3216 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت ما يزيد على 208.5 طن سلع غذائية متنوعة وحوالي 134.5 طن دقيق أبيض. كما تم ضبط 104 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت 122.5 طن دقيق وحوالي 99 طن سلع مدعومة متنوعة. كما تم ضبط 4 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 22 طن أسمنت و5 طن حديد. كما تم ضبط 487 قضية في مجال حجب أرز الشعير بمضبوطات قاربت 4249 طن. كما تم ضبط 292 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 94026 عبوة سجائر. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 601599 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 328980 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3149 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 149 سائقا منهم. كما تم المرور على 142 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 772 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبية جميع الحالات. كما تم فحص 629 مركبة وتبين عدم مطابقة 32 مركبة لشروط الصلاحية الفنية. كما تم رفع 300 سيارة و58 دراجة نارية متروكة ومتهلكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 4323 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 751 مخالفة الأجهزة الصوتية، وضبط 908 مخالفة الأجهزة الضوئية، وضبط 2046 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص، وضبط 2457 مخالفة ملصقات، و12 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 2662 قضية ومخالفة أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 80514 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 79,110,948 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 293 قضية، من بينها 143 قضية في مجال مكافحة جرائم المطبوعات و150 قضية في مجال جرائم المصنفات.
وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 38 قضية بقيمة مالية بلغت 129,182,490 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 3600 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 4,947,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 33,670,538 جنيها. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت جهود الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 662 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 655 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية. كما تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط قرابة 128 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة. كذلك تم ضبط أكثر من 455 طن في مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض، إلى جانب ضبط أكثر من 52 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية. يأتي ذلك فيما تم ضبط 20 طن من الإسمنت، وذلك في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء، فضلاً عن ضبط 951 قضية في مجال قضايا المخابز، من بينها 184 قضية خبز ناقص للوزن و196 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً من نظيره الروسي سيرجي لافروف لبحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين. وتناول الاتصال مسار تنفيذ المشروعات الاقتصادية التي تطلع بها روسيا في مصر، حيث ناقش الوزيران عدداً من التطورات على المستويين الإقليمي والدولي. كما استعرض شكري موقف مصر تجاه مختلف التطورات في الشرق الأوسط ونتائج الاتصالات التي تجريها مصر لتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة. في الأزمة الروسية الأوكرانية، قال الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين ترأس اجتماعا بمقر هيئة الأركان المشتركة للقوات المشاركة في العمليات العسكرية في أوكرانيا. وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس بوتين طلب مقترحات من القادة بشأن سير العمليات في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه طلع على عمل هيئة الأركان والتقدم الذي تم إحرازه خلال العملية العسكرية الخاصة، وعقد مؤتمرا واجتماعات منفصلة مع القادة. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الجولة الجديدة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على بلدها ستؤدي فقط إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي. وأكدت الخارجية الروسية أن زعماء الاتحاد الأوروبي غير قادرين على الاعتراف بعدم جدوى العقوبات وسياسة الضغط على روسيا، داعية بروكسل إلى إلغاء جميع القيود التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة. كان زعماء الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا الأسبوع الماضي على تقديم 18 مليار يورو لتمويل أوكرانيا في العام القادم، واستهدفوا موسكو بحزمة تاسعة من العقوبات. هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت محاولة لنقل أسلحة أجنبية إلى أوكرانيا إلى إحدى مناطق القتال. كما أعلنت الدفاع الروسية أن أسلحتها عالية الدقة أصابت أجزاء من المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومنشآت للطاقة وأخرى إدارية عسكرية. وأفادت الوزارة أن المصانع الأوكرانية التي تنتج أسلحة ومعدات عسكرية وذخيرة تعطلت.
وكان مسؤولون أوكرانيون قد أعلنوا في وقت سابق أن روسيا أطلقت أكثر من 70 صاروخا على أوكرانيا في واحدة من أكبر الهجمات منذ بدء العملية العسكرية، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في ثاني أكبر مدن البلاد، وأجبر كييف على تطبيق قطع كهرباء طارئ في أنحاء البلاد. افتتح المستشار الألماني أولاف تشولتس أول محطة للغاز الطبيعي المسال في ألمانيا، معلنا أن السرعة التي تم بها تشغيلها هي إشارة إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيظل قويا. وجاء الافتتاح في الميناء الواقع على بحر الشمال في إشارة إلى الأهمية التي توليها ألمانيا للعديد من محطات الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي تسعى جاهدة لبنائها بعد الأزمة الأوكرانية، كما تشمل الجهود إعادة تنشيط محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالنفط والفحم مؤقتا، وإطالة عمر آخر أو لعدد آخر من المحطات الخاصة بالطاقة النووية في ألمانيا حتى منتصف أبريل القادم، والتي كان من المفترض أن يتم إيقاف تشغيلها في نهاية هذا العام. وافقت المفوضية الأوروبية على خطة هولندية بقيمة مليار يورو لدعم مستخدمي الطاقة الصغار في سياق استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية الراهنة. وفي بيان لها ذكرت المفوضية أن هولندا اختارت المفوضية بموجب إطار العمل المؤقت للأزمات بمخطط قيمته مليار يورو لدعم مستخدمي الطاقة الصغار في سياق العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، كما أن هذا التدبير المبلغ عنه هو جزء من مخطط أوسع يشمل 10.2 مليار يورو إضافية لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع تكاليف الطاقة. وقعت أذربيجان وجورجيا والمجر ورومانيا اتفاقية في العاصمة الرومانية بوخارست لبناء كابل كهربائي تحت البحر الأسود ليكون مصدرا جديدا للطاقة للاتحاد الأوروبي. وسينقل الكابل الذي يبلغ طوله 1100 كيلومتر والممتد من أذربيجان إلى رومانيا الطاقة من أذربيجان لبقية القارة الأوروبية، كما سيفيد الكابل الكهربي الأوكرانيين وكذلك في مولدافيا الذين رأوا أن أمن الطاقة لديهم يتعرض للخطر بسبب قطع الإمدادات الروسية وقصف البنية التحتية الحيوية. هذا ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع خلال 3 أو 4 سنوات. نشرتنا متواصلة معكم وفيها تواصل فرز أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية التونسية وترقب لإعلان النتائج الأولية غدا. بدأت عمليات فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية في تونس، وذلك عقب غلق مراكز الاقتراع في الوقت القانوني المحدد لانتهاء عملية التصويت. وصرح المتحدث باسم الهيئة العليا للانتخابات محمد التليلي أن عمليات الفرز ستتم في مكاتب ومراكز الاقتراع والتي تقوم بدورها بإرسال محاضر الفرز إلى الهيئات الفرعية التابعة لها، لتتولى هذه الهيئات بالولايات، بعد ذلك تتولى رفع محاضر حصر وتجميع الأصوات إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. أضاف كذلك أنه من المقرر أن يقوم مجلس الهيئة غدا بمراجعة محاضر الفرز والتأكد من المحاضر التي تلقتها الهيئة من مختلف الهيئات الفرعية قبل الإعلان عن النتائج الأولية لهذه الانتخابات.
إذن تشهد تونس انتخابات تشريعية جديدة بنظام جديد بهدف إتمام خارطة الطريق التصحيحية التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد في يوليو 2021. الزميل محمد عبد الله يصحبنا في عرض معلوماتي حول القانون الانتخابي الذي أجريت عليه الانتخابات التشريعية. الانتخابات التشريعية التونسية أحد الاستحقاقات السياسية التي وعد بها الرئيس قيس سعيد بعد القرارات التاريخية التي أنقذت البلاد من حكم تنظيم حركة النهضة، حيث تمثل الانتخابات محطة مهمة نحو تكريس نظام ديمقراطي مستدام يستجيب لتطلعات الشعب التونسي ويضمن حقوقه وحريته. يخوض الانتخابات المقبلة 1055 مرشحا، بينهم 122 امرأة توفرت فيهم شروط الترشيح قبل أن يتم غلق باب التقديم في 27 من أكتوبر الماضي بعد تمديده 3 أيام. بموجب القانون الجديد ستجرى الانتخابات التشريعية بنظام الانتخابات الفردية بدلا من القوائم، خلافا لما كان معمولا به في قانون عام 2014 الذي كان فيه الترشح للانتخابات على قوائم حزبية. بما أن الاستحقاق الانتخابي قائم على الاقتراع على النظام الفردي، يمنع القانون الانتخابي على الأحزاب السياسية القيام بحملات انتخابية أثناء فترة الدعاية المخصصة للانتخابات التشريعية، وتحكم الحملات الانتخابية مبادئ عامة أبرزها مبدأ حياد الإدارة ودور العبادة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين، ووفقا للفصل 75 من القانون الانتخابي الجديد فإنه سيتم تمويل الحملة الانتخابية بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما. كما سيمنع القانون أو يمنع القانون على الأحزاب تمويل مرشحيها مباشرة. وخلافا لدستور عام 2014 الذي كرس دورا رئيسيا للبرلمان مانحا إياه المسؤولية الرئيسية عن تشكيل الحكومات، وضع الدستور التونسي الجديد الذي أقر إثر استفتاء 25 من يوليو الماضي وضع الحكومة تحت سلطة الرئيس مباشرة، والحد من نفوذ البرلمان الجديد المؤلف من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الأقاليم والجهات. ومن المقرر أن يكون موعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية بين 18 و20 من ديسمبر 2022. أما النتائج النهائية فسيتم الإعلان عنها يوم 19 من يناير، أي إثر الانتهاء من النظر في الطعون والبت فيها. الانتخابات التشريعية هي الخطوة الأخيرة لإرساء مشروع الرئيس قيس سعيد من أجل جمهورية جديدة قائمة على الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات وبناء تنمية حقيقية كان ينشدها الشعب التونسي منذ سنوات. أعلن الجيش اللبناني إحباط محاولة هجرة غير شرعية على متن زورق قبالة شاطئ طرابلس شمالي لبنان، وأكد الجيش أن دورية من القوات البحرية بمساعدة دورية من مديرية المخابرات ألقت القبض على 31 سوريا على زورق أثناء محاولتهم التسلل بحرا خارج البلاد بطريقة غير شرعية. أضاف الجيش أنه تم نقل طفلة من بينهم إلى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج، كما باشرت الجهات المختصة التحقيقات. حثت رئيسة بيرو دينا بولوارتي الكونغرس على تمرير مشروع قانون لتقديم موعد الانتخابات العامة. جاء ذلك بعد خروج احتجاجات تطالب بإجراء انتخابات مبكرة. وتولت بولوارتي نائبة رئيس بيرو الرئاسة في وقت سابق هذا الشهر بعد أن حاول الرئيس السابق بيدرو كاستيلو حل الكونغرس بشكل غير قانوني وتم اعتقاله. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من شائعات بشأن انتشار أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالصيدليات. وأكد المركز الإعلامي أن الأدوية التي يتم تداولها في الأسواق آمنة وفعالة وذات جودة عالية، وهي مطابقة لكافة معايير ومتطلبات التصنيع وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وتخضع جميعها لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة.
أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن قيامه على مدار شهر ديسمبر وبشكل يومي بتنفيذ العديد من الفعاليات المكثفة والمتنوعة تحت شعار قطار الخير لصالح أهالي محافظات صعيد مصر. وفي بيان له أشار التحالف إلى أن فعاليات قطار الخير لأهالي الصعيد بدأت من خلال إطلاق قافلتين موسعتين بمحافظة قنا، تم خلالهما تقديم مختلف الخدمات الطبية والتنموية والتوعوية والترفيهية لأكثر من 20,000 مواطن، فضلا عن إعادة إعمار 30 منزلا في قرية الفارسية بمركز إسنا في محافظة الأقصر، حيث تأتي تلك الجهود تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بضرورة بذل أقصى الجهود للارتقاء بصعيد مصر. افتتح محافظ مطروح خالد شعيب محطة رفع الصرف الصحي الفرعية 7 قبلي الريفية بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. جاء ذلك احتفالا بالعيد القومي لمحافظة مطروح والتي تعمل فيها محطة الرفع الفرعية 7 قبلي الريفية بطاقة 5000 متر مكعب يوميا وبطاقة قصوى 13000 متر مكعب يوميا، حيث تبلغ الطاقة القصوى المستقبلية للمحطة 21,000 متر مكعب يوميا. استكمال احتفالاتنا بالعيد القومي لمحافظة مطروح واستكمالا لاعمال الافتتاحات، بنفتتح النهارده محطة رفع الصرف الصحي لمنطقة ابلة الريفية. وطبعا هذه المحطة بشبكة الصرف الصحي الخاصة بيها بتخدم مناطق ابلة الريفية ومنطقة غوط رباح وعزبة العسكر. المحطة دي ان شاء الله باذن الله رابع محطة يتم افتتاحها خلال الاعياد القومية مدينة مطروح. بتصل نسبة التغطية بدخول المحطة دي إن شاء الله للخدمة إلى 90% من سكان مدينة مطروح، وده طبعا طبقا لتوجيهات القيادة السياسية وتوجيهات فخامة الرئيس بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين. أقام مجمع اللغة العربية احتفالية كبرى وذلك بحضور أعضاء المجمع إلى جانب عدد من الشخصيات التي قامت بدور فعال في خدمة اللغة العربية ودعمها. وتأتي الاحتفالية بتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية لتذكير الأجيال بأهمية اللغة ودورها في الحفاظ على الفكر العربي. بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية أقام مجمع اللغة العربية احتفالية كبرى وذلك بحضور أعضاء المجمع إلى جانب عدد من الشخصيات التي قامت بدور فعال في خدمة اللغة العربية ودعمها. من الممكن النظر إلى هذا الاحتفال الذي ليس مقصورا على مجمع اللغة العربية. الآن مجامع لغوية عربية كثيرة في العالم العربي، بل توجد بعض الجامعات في بعض البلاد الإسلامية تحتفل باللغة العربية بمناسبة هذا اليوم الذي حددته الأمم المتحدة للاحتفال باللغة العربية 18 ديسمبر في من كل عام. هذا اليوم من أهم الأيام للغة العربية. صحيح هناك وجهات نظر تقول إن اليوم العالمي للغة العربية يعني احتفالا بيوم واحد للغة العربية، ولكن لابد أن نحتفي ونحتفل باللغة العربية طوال العام وطوال الأعوام لأنها اللغة الأم. الاحتفالية تضمنت عددا من الجلسات تحت عنوان اللغة العربية في التعليم بين الواقع والطموح واللغة العربية والتحديات الحديثة، هذا إلى جانب تكريم عدد من الشخصيات البارزة في خدمة اللغة العربية في مختلف المجالات. كما يقدم المجمع تخفيضات تصل إلى 50% على عدد من الإصدارات. اللغة العربية الحقيقة لابد وأن نهتم بها لأنها اللغة التي هي تمثل شكل من أشكال أو الشكل الأهم للحفاظ على الفكر العربي، لأنها لغة ضابطة ومضبوطة، كما أقول لغة ضابطة لهذا الفكر المحتوى الفكري ومضبوطة بأحكام اللغة. هذا الاحتفال أهميته أنه هو يذكر الأجيال بأهمية اللغة وأنها أصبحت يحتفل بأنه هذا ذكرى دخولها كلغة سادسة في الأمم المتحدة، ومهم قوي ولاد اللغة العربية أن يهتموا بها ويعني يدفعوها إلى الأمام. يعني
يأتي اليوم العالمي للغة العربية تقديراً للغة الضاد، والتي تعد ركناً أساسياً في التنوع الثقافي للبشرية، وذلك عن طريق إذكاء الوعي بتاريخ اللغة وثقافتها وتطورها من خلال إعداد أنشطة وفعاليات خاصة في هذا اليوم. جرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. جهود دؤوبة تقوم بها الدولة للحفاظ على الهوية المصرية والتراث الحضاري الثري لمصر والمصريين. تأتي على رأس تلك الجهود عمليات تطوير وترميم المباني الأثرية بالمحافظات المختلفة وإتاحة زيارتها للجماهير. مكتبة رفاعة رافع الطهطاوي تعد واحدة من أكبر ثلاث مكتبات أثرية على مستوى الجمهورية وإحدى المعالم الحضارية بمحافظة سوهاج. المكتبة العتيقة تضم 1437 مخطوطاً نادراً، ويصل عدد المطبوعات بها إلى 16,000 مطبوعة، فضلاً عن عدد من الكتب والمجلدات الهامة وأمهات الكتب والمخطوطات في شتى المجالات التاريخية والثقافية والعلمية. ترجع إنشاء المكتبة لسنة 1932 عندما قام محمد بك بدوي حفيد رفاعة الطهطاوي بإهداء مكتبة جده العلامة رفاعة الطهطاوي إلى بلدية المحلة، وكان في ذلك الوقت تحتوي مكتبة العلامة رفاعة الطهطاوي حوالي 4,000 كتاب، من بين هذه الكتب حوالي 1067 مخطوط من أجود وأندر وأحسن المخطوطات الموجودة، يعني تعتبر في جمهورية مصر العربية. بنخدم جميع الفئات العمرية للطلاب العلم، من أول طالب الإعدادي لحد طالب الكلية وحتى طالب الدراسات العليا، وعندنا هنا فروع بتشمل تاريخ، أدب، جغرافيا. مكتبة رائد التنوير في العصر الحديث رفاعة الطهطاوي شهدت أعمال تطوير شاملة ساهمت بشكل واضح في إعادة الحياة لهذا المكان الأثري والثقافي الفريد. مكتبتنا تعتبر مكتبة عريقة من ثاني مكتبة على مستوى الجمهورية، وهي يوجد بها أندر الكتب وبها بعض المخطوطات اللي بتنفع الباحثين، وبيبقى مثلا دكاتره بتيجي تبحث عندنا هنا وطلبه. كنت باجي المكتبه هنا عشان الابحاث بتاعت الكليه، جيت قبل ما تتطور وبعد ما اتطورت، قبل ما تتطور حاجه وبعد ما اتطورت حاجه تانية خالص. في الاول كانت الاضاءه ضعيفه، الكراسي مش مريحه، تحس الدنيا قديمه شويه. دلوقتي لا، اتطورت، الاضاءه قويه، الدنيا كويسه خالص، الكراسي كويسه. المكتبه هنا ساعدتني كتير في الكليه بتاعتي ان انا اقدر انجح واوصل للي انا عايزاه. انا كنت بطلع بتقدير بسبب ان انا كنت باجي هنا فيها كل الكتب اللي كنت عايزاها. الدولة تقوم بجهود حثيثة من أجل الحفاظ على التراث الحضري والمباني ذات الطراز المعماري المتميز، خاصة في المؤسسات الثقافية والمكتبات الأثرية. وقعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مع مؤسسة نيو إيجيبت الدولية لدعم مبادرة حياة كريمة من خلال مساهمة ودعم المصريين بالخارج للمبادرة. يهدف البروتوكول للبدء في دعم مبادرة فصول حياة كريمة المتنقلة لمحو الأمية الرقمية، بالإضافة إلى التسويق الرقمي لإنجازات الدولة المصرية من خلال المبادرة، بعرض أفلام تسجيلية عن هذه الإنجازات في محافل تجمعات المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية. عشان نقدر نخلي ندمج كل جهود مؤسسة حياة كريمة بتعاون مع مؤسسة نيو إيجيبت، إن احنا نضم علينا كل جهود الجاليات بالخارج خارج مصر، وإن احنا نقدر نساهم في عدد من المحاور زي محور الأمية الرقمية، لأن احنا بنوفر فصول متنقلة عن طريق شاحنات كبيرة هتنزل لقرى الريف المصري، هتعمل على إن هي تقوم بمحور الأمية الرقمية. النهاردة احنا بنفتخر بتوقيع بروتوكول تعاون كمؤسسة نيو إيجيبت في مصر والشرق الأوسط مع مؤسسة حياة كريمة، المبادرة الرئيسية اللي شرفت مصر قدام العالم كله. ويمكن ده أول بروتوكول من نوعه مع حياة كريمة، لأنه بيمثل في طرف المصريين في الخارج والطرف الآخر مؤسسة حياة كريمة من داخل مصر. فيمكن ده رسالة وهدف مهم جدا احنا بنسعى له، أن أولادنا المصريين اللي في الخارج يكونوا إيديهم بإيدينا جوه مصر، إيديهم بإيدينا في الحلم اللي بيتحقق على أرض مصر.
نطلق هذا التعاون بشكل أفضل، بحيث أن إحنا نبتدي ننفذ على الأرض. شغالين في العديد من المشروعات، منها فصول حي كريمة المتنقلة للمحو الأمية الرقمية اللي هيتم تدشينها إن شاء الله في العام المقبل 2023. هدف الفصول حي كريمة المتنقلة أنها بتوفر فكرة النشر الثقافة الرقمية داخل جميع كرة جمهورية مصر العربية الأكثر احتياجا، وإزاي نحن بننشر الثقافة الرقمية دي. جزء مهم جدا منها أيضا هو التثقيف الرقمي والشمول المالي، وأيضا ده بيعتبر بيخدم على شق التمكين الاقتصادي، إزاي المواطنين يقدروا يسوقوا لمنتجاتهم داخل الكرة الأكثر احتياجا. تفقد محافظ المنيا أسامة القاضي المشروعات التي يتم تنفيذها بقرى مركز مغاغة لمتابعة مستجدات أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. حيث تفقد المحافظ المشروعات الجاري تنفيذها بقرية العباسية، والتي شملت الأعمال الإنشائية للوحدة الصحية ووحدة التضامن الاجتماعي ومستشفى مغاغة المركزية، بالإضافة للوحدة الصحية بقرية الشيخ زياد. وتأتي تلك الجولة للوقوف على الاحتياجات الفعلية والنسب ومعدلات التنفيذ على أرض الواقع. الآن مشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال. أخبار الاقتصاد مع ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكرا لكم هبة وإيمان، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية خلال الأسبوع المنقضي بنحو يقدر ب 22.2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 973.5 مليار جنيه بنسبة نمو تقدر ب 2.3%. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 خلال الأسبوع بنسبة تقدر ب 2.4%. كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة تقدر ب 4.97%، فيما سجل مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا صعودا بنسبة 4.84%. هذا وقد ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة إلى 19.7 مليار جنيه خلال الأسبوع. إلى أسواق البترول العالمية، حيث هبطت أسعار النفط بفعل مخاوف من ركود وشيك، بعدما أشارت البنوك المركزية في أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية إلى أنها ستستمر في مكافحة التضخم بقوة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.4% لتبلغ 79.4 دولارا للبرميل. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بنحو يقدر ب 2.4% لتبلغ 74.29 دولارا للبرميل. وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 4.9% لتصل إلى 3.08 دولارات للتر. كما هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5.31% لتسجل 6.60 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. توقع البنك المركزي الألماني أن يشهد اقتصاد ألمانيا انكماشا حتى منتصف العام المقبل في ظل معاناة الشركات والأسر من ارتفاع تكاليف الطاقة. وقال المركزي الألماني في تحديث لتوقعاته الاقتصادية أنه يتوقع تراجع الناتج المحلي بنسبة تقدر ب 0.5% في العام المقبل، بينما سيكون النمو في عام 2024 أضعف مما كان متوقعا.
قال مسؤول بارز في قطاع التخطيط في الصين إن وتيرة النمو الاقتصادي سوف تتسارع في العام المقبل مع دخول سياسات التحفيز حيز التنفيذ. وقال هان وانشو المسؤول بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية المركزية بالحزب الشيوعي الصيني إن الإجراءات الحالية داعمة للنمو سوف تظل قائمة، وسوف يتم إضافة المزيد من السياسات لتعزيز الاقتصاد. وأضاف هان أنه في حين أن الاقتصاد العالمي يتباطأ فإن الاقتصاد الصيني ربما يتعافى. وافق صندوق التنمية الأفريقية على منح تمويل قدره 40 مليون دولار فاصل 95 لبوركينا فاسو لتنفيذ مشروعات الأمن الغذائي وبناء قدرات مكافحة تغير المناخ. وذكر صندوق التنمية الأفريقية أن التمويل يتكون من منحة قدرها 24.7 مليون دولار وقرض يقدر بقيمة 12.88 مليون دولار من أجل بناء قدرات الزراعة الذكية مناخيا وحفر أبار مياه تعمل بالطاقة الشمسية، فضلا عن دعم مرونة القطاع الزراعي في مواجهة الآثار السلبية للكوارث المناخية. توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي في زيمبابوي ليصل إلى 3.5% هذا العام مقابل 8.5% العام الماضي، والذي شهد انتعاشا بعد عامين من التراجع. وجاء هذا الإعلان في ختام زيارة قام بها وفد من صندوق النقد الدولي إلى العاصمة الزيمبابوية هراري، حيث أرجع الصندوق هذا التباطؤ في النمو إلى أسباب داخلية على وعلى الصدمات الخارجية مثل ارتفاع معدلات التضخم وعدم انتظام هطول الأمطار ونقص الكهرباء والحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت سلبا على الظروف الاقتصادية والاجتماعية. انتهت جولتنا الاقتصادية، العودة لكم مرة أخرى هبة وإيمان. شكرا لك ميرنا. توقع معهد القياسات الصحية والتقييم ومقره الولايات المتحدة بأن رفع الصين المفاجئ للقيود الصارمة لمكافحة فيروس كورونا قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في عدد الحالات ووفاة أكثر من مليون شخص خلال العام القادم. وفقا للتوقعات فإن عدد الحالات في الصين سيصل إلى ذروته في أول إبريل المقبل، وستصل الوفيات إلى 322 ألف. توقعات جديدة أعلن عنها معهد القياسات الصحية والتقييم بالولايات المتحدة، إذ كشف عن أن رفع الصين المفاجئ للقيود الصارمة لمكافحة كوفيد-19 قد يؤدي إلى انفجار في عدد الحالات ووفاة أكثر من مليون شخص خلال العام المقبل. ووفقاً للتوقعات فإن عدد الحالات في الصين سيصل إلى ذروته في أول أبريل المقبل، وستصل الوفيات إلى 322 ألفاً. وأشار المعهد إلى أن نحو ثلث سكان الصين سيكونون قد أصيبوا بالعدوى بحلول ذلك الوقت. كانت الصين قد رفعت بعضا من أشد القيود التي فرضت لمكافحة كوفيد في العالم في ديسمبر بعد احتجاجات عامة، وباتت تشهد الآن ارتفاعا في عدد الإصابات مع مخاوف من أن يصيب فيروس كورونا 1.4 مليار نسمة خلال عطلة العام القمري الجديد الشهر المقبل. المعهد الأمريكي أكد أن سياسة صفر كوفيد التي تتبعها بكين ربما تكون فعالة في السيطرة على الفيروس، لكن قابلية التحول العالية لمتحورات أوميكرون تجعل من المستحيل الاستمرار في تطبيق تلك السياسة. ويتوقع خبراء آخرون إصابة نحو 60% من سكان الصين بالفيروس في نهاية المطاف، ومن المتوقع أن تصل الإصابات إلى ذروتها في يناير المقبل، وستكون في الفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن وغيرهم. والآن مع أخبار الرياضة نتحول فيها من جديد إلى ميرنا إيهاب. تفضلي ميرنا. شكرا لكم هبة وإيمان. والآن جولة رياضية في أبرز الأحداث محليا وعالميا. فازت كرواتيا بنتيجة 2-1 على المغرب لتحرز المركز الثالث لكأس العالم لكرة القدم في قطر، وبتلك النتيجة أنهت كرواتيا البطولة بين أول ثلاثة مراكز للمرة الثانية على التوالي بعد تحقيقها المركز الثاني في كأس العالم بروسيا 2018، فيما أنهى منتخب المغرب مشاركته في المركز الرابع محققا إنجازا عربيا وأفريقيا ببلوغه هذا الدور.
هذا ويلتقي منتخب فرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم لقطر 2022 غدا الأحد في 5 مساء على ملعب لوسيل. ويسعى منتخب الديوق بقيادة مبابي للحفاظ على اللقب بعد الظفر به في روسيا لعام 2018، فيما يحاول رفاق ميسي استعادة اللقب الغائب منذ عام 1986. تتجه أنظار الساحرة المستديرة إلى ملعب لوسيل في موعد للتاريخ، حيث يلتقي المنتخب الفرنسي نظيره الأرجنتيني في مواجهة حاسمة ومصيرية يتنافس خلالها المنتخبان على اللقب ضمن منافسات نهائي كأس العالم لكرة القدم 2022 بقطر. التتويج بالكأس بات أقرب من أي وقت مضى، حيث يسعى المنتخب الفرنسي بطل النسخة السابقة للحفاظ على اللقب، ويمتلك الديوك لقبين في تاريخ المشاركة ببطولة كأس العالم على مدار 22 نسخة، من بينهما النسخة الأخيرة التي أقيمت في روسيا 2018 وتوج بها المنتخب الفرنسي. كما يمتلك منتخب الأرجنتين لقبين أيضا حصل عليهما خلال 1978 و1986. ويخوض راقص التانجو بقيادة ليونيل ميسي استعدادات جدية لاقتناص اللقب من فم الديوك الذي يخوض هو الآخر مرانا قويا من أجل الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي. وكان منتخب التانجو قد نجح في التأهل على حساب بكرواتيا في دور النصف النهائي بثلاثة أهداف دون رد، فيما تأهل المنتخب الفرنسي إلى النهائي بعد الفوز على منتخب المغرب بهدفين دون رد. وبرغم خسارة المغرب إلا أنه سطر تاريخا جديدا له وللعرب وللقارة الأفريقية بوصوله للدور النصف النهائي. وينفرد المنتخب الفائز باللقب الرابع في قائمة ترتيب المنتخبات في الحصول على الكأس، والتي تتصدرها البرازيل برصيد 5 مرات، ومن ثم ألمانيا وإيطاليا برصيد 4 مرات. إذن مباراة قوية وحاسمة يخوضها المنتخبان على اللقب الأغلى في كرة القدم ومعانقة الذهب والفوز بالمونديال لإسعاد الجماهير المتعطشة لتلك البطولة منذ سنوات. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر زوم مراسل التلفزيون المصري من الدوحة محمود شاكر. محمود، انقل لنا تفاعل الجمهور المغربي والعربي بصفة عامة طبعا مع إحراز المنتخب المغربي للمركز الرابع، وما هي الاستعدادات لنهائي الحلم غدا بين فرنسا والأرجنتين؟ كل التحية أكيد ليك منا، وكل التحية لمشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان، من هنا من العاصمة القطرية الدوحة تحديدا، من أمام استاد خليفة اللي كان بيحتضن مباراة المركز الثالث والرابع ما بين المغرب وكرواتيا، واللي انتهت للأسف بهزيمة المنتخب المغربي 2-1 عشان يحصل على المركز الرابع. وكنت سألتيني يا برنا على الأجواء عندي وعلى شعور الجماهير وأحاسيس الجماهير المغربية. طبعا هم كلهم زعلانين، كلهم متضايقين من نتيجة إحراز المركز الرابع، ولكن هو شعور بيصاحبه فخر كبير جدا زي ما اتكلمنا وقلنا وأشادنا كتير بالمنتخب المغربي اللي عمل شيء كبير جدا للكرة الأفريقية والكرة العربية، وهو الوصول للسيمي فاينال والدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخ المنتخبات الأفريقية والمنتخبات العربية. منتخب المغربي النهارده تأثر بشكل كبير من الإجهاد ومن كم ضغط المباريات اللي اتلعب بكثرة كبيرة جدا الفترة اللي فاتت. المنتخب المغربي ما كانش عنده ما بين مباراة دور نصف النهائي وما بين دور المركز ما بين مباراة مركز الثالث والرابع سوى 48 ساعة فقط راحة، أثرت بشكل كبير. شفنا النهارده لعيبة كتيرة جدا من المغرب تأثرت بالإصابات، تقريبا السكواد كله بتاع المغرب النهارده بمشاركة لعيبة كتيرة جدا، تقريبا 90% من المنتخب المغربي شارك خلاص كده كله في المونديال. وليد الرجراجي المدير الفني الوطني للمنتخب المغربي عمل أداء هائل أكيد في البطولة كلها. جماهير المنتخب المغربي كانت يعني حزينة حد ما لأن هم بقالهم مباراتين كده يعني بيتغلبوا، ولكن هم فرحانين برضو في الأول وفي الآخر إن هم وصلهم للدور نصف النهائي. وشفنا تصريحات وليد الرجراجي النهاردة ما بعد المؤتمر الصحفي وبيقول إن هو عاوز بقى يدور ويشوف هيعمل إيه في كأس أفريقيا، المهم جدا إن هو يكسب كأس أفريقيا. الاستاد اللي وراه ده استاد خليفه، اخر مباراه تتلعب عليه كانت المباراه بتاعه النهارده، واحد من اكبر واحلى الاستادات اللي موجوده هنا دايما في الدوحه. خلاص كده قصد الستار كل الاستادات تتلعب عليها المباراه، ما تبقاش طبعا غير مباراه الغد اللي العالم كله بينتظرها في استاد لوسيل، اكبر استاد هنا في قطر، واللي هتحتضن بكره مباراه الارجنتين وفرنسا في نهائي قوي جدا جدا جدا. المنتخب الارجنتيني بحد الى حد كبير هيكون كامل العدد، منتخب الفرنسي كان فيه عنده إصابات كتيرة بالإنفلونزا، ولكن النهاردة اللعيبة شارك في جزء من بعض التدريبات لسه ما شاركوش بشكل أساسي
في كل التنمية، ولكن أنا أعتقد والكلام اللي بيتقال كله من الصحف من وكالات الأنباء إن بنسبة كبيرة المنتخب الفرنسي بكرة مش هيكون متأثر خالص بموضوع الإصابات وموضوع الإنفلونزا اللي ظهرت. مباراة بكرة هتكون قوية جدا جدا جدا، استاد لوسيل يعني هيبقى آخر برضو مباراة بكرة ليه في بكرة في الظهور الدور النهائي إن شاء الله، مباراة الكل بينتظرها. عاوزين نتكلم شوية عن المنتخب الأرجنتيني سريعا. المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم 2022 شبيه جدا لكأس العالم 86 اللي أحرزتها الأرجنتين واللي كان نجمها الأول كان مارادونا، نفس الكلام دلوقتي نجمها الأول ميسي. مارادونا في 86 ضيع ضربة جزاء في الجولة الثالثة، ميسي ضيع ضربة جزاء في الجولة الثالثة في البطولة دي. كندا في بطولة 86 أحرزت صفر من النقاط، كندا الدورة دي أحرزت برضو صفر من النقاط. المنتخب الأرجنتيني في 86 اتغلب أول مباراة، منتخب الأرجنتين في 2022 اتغلب أول مباراة بالسعودية. طبعا كل دي تكهنات وكل دي أرقام ممكن تكون يعني شبيهة إلى الحظ، ولكن يعني ممكن نقول المنتخب الأرجنتيني بكرة الناس كلها مستنية لأن دي آخر ظهور لليونيل ميسي أحد أفضل وعباقرة وأباطرة الكرة في التاريخ. هيكون تقريبا الظهور ليه غدا بكرة في مع المنتخب الأرجنتيني وآخر ظهور ليه لكأس العالم، فمنتظرين بكرة طبعا مباراة قوية جدا جدا ما بين حامل لقب في 2018 وما بين المنتخب الأرجنتيني. نعم محمود شاكر مراسل التلفزيون المصرية كنت معنا مباشرة من الدوحة، شكرا جزيلا. شهد ديربي ملبورن وهو أحد الدربيات المحلية في أستراليا بين فريقي ملبورن سيتي وملبورن فيكتوري أحداث شغب من الجماهير، واقتحمت جماهير فريقي ملبورن سيتي وملبورن فيكتوري ملعب المباراة بعد 20 دقيقة فقط من بداية المباراة ليقرر الحكم إلغاء المباراة بعد تعرض حارس مرمى فريق ملبورن سيتي لإصابة دموية. وجاء غضب الجماهير بسبب بيع حقوق نهائي دوري الدرجة الأولى لمدينة سيدني البعيدة عن مدينة ملبورن. انتهت الأحداث الرياضية، العودة إليكم مرة أخرى هبة وإيمان. أشكرك ميرنا. لقي أكثر من 160 شخصاً مصرعهم جراء فيضانات تجتاح كينشاسا عاصمة الكونغو. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الطرق الرئيسية غرقت بالمياه لساعات في مدينة كينشاسا التي يبلغ عدد سكانها نحو 15 مليون نسمة بعد هطول مستمر للأمطار الغزيرة. كما أسفرت الفيضانات عن انهيار طريق إمداد الرئيسي يؤدي إلى ميناء ماتادي. والآن مع أحوال الطقس والحالة الجوية. الحالة الجوية نعود فيها من جديد إلى كيميرنا. شكراً لكم هبة وإيمان وأهلاً بحضراتكم، ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. القاهرة درجة الحرارة العظمى 25 درجة والصغرى 14، الأسكندرية 24-14، مطروح 23-13، بورسعيد 24-14، الإسماعيلية 26-13. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 26 درجة والصغرى 13، العريش 24-13، طابة 25-15، شرم الشيخ 27-18، والغردقة 27-17. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 28 درجة والصغرى 14، أسوان 30-15، الوادي الجديد 28-11، شلاتين 29-19، وأخيرا حلايب درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة متوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.
والآن نترككم مع أهم لقطة في هذا اليوم. نهاية النشرة، ولم يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. الرئيس السيسي يبحث مع العاهل الأردني هاتفياً القضايا الإقليمية ويشدد على ضرورة توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائية. بعد موافقة صندوق النقد على برنامج تمويل إضافي لمصر، الحكومة تعتبره مساندة دولية لبرامج الإصلاح الاقتصادي. موسكو تؤكد أن العقوبات الجديدة بحقها ستفاقم المشكلات داخل الاتحاد الأوروبي وتدعو إلى إلغاء جميع القيود على صادراتها. تتم نشرتنا، لكن التاسعة متواصلة مع حضراتكم، مع يوسف الحسيني. أهلا بك يوسف. ازيك يا إيمان؟ ازيك يا هبة؟ عامل إيه؟ كله تمام؟ تمام. على ما يبدو الأسبوع بدأ بداية حافلة، يعني موسكو عندها طلبات، خدنا موافقة على صندوق النقد والقرض بتاعه عشان استكمال مسيرة إصلاح الاقتصادي. دكتور مصطفى مدبولي كان في الهيئة العربية للتصنيع، يعني أسبوع مليان كده من أول زخم في الأحداث. حاجة مليانة يعني. على كل خير، برضو في شغلانتنا الأخبار الكتير والأحداث الكتيرة بتبقى مفيدة، وأكيد هتبقى بدايتك اقتصادية بامتياز. والله يعني احنا اكيد لازم هنتكلم على موضوع برنامج الاصلاح الاقتصادي الجديد بتاعنا، يعني اللي بيبدا من السنه دي ان شاء الله بعد موافقه صندوق النقد. هنتكلم بالتاكيد على زياره الدكتور مصطفى، لانه اللي بيحصل في الهيئه العربيه للتصنيع مهم جدا 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 وعظيم، وهلم جره يعني الحلقه هتسحب معانا حاجات كتير. كل التوفيق يا رب يدلنا الوقت. بالتوفيق يا يوسف. شكرا يا ايمان. شكرا يا هبه، واستاذنكم نبدا فقراتنا.